اختتمت بنجاح كبير على مدى يومين في جامعة الدول العربية مناقشات لجنة الميثاق العربي لتقرير ملف مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، الذي أثنت اللجنة على ما حققته المملكة من إنجازات. ونالت الرؤية المستنيرة للمملكة في إصدار قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ردود فعل إيجابية، وأكدت أنه أمر غير مسبوق يجب الاقتداء به. أنهت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية يومين من المناقشات لتقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، واستمعت اللجنة لأعضاء الوفد البحريني في كافة المجالات، وأسادت روح إيجابية في مداولات ومناقشات الجلسة التي اتسمت بردود شافية وشفافة لكل ما طلبته لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان من الوفد. طبعا ملف البحرين من الملفات التي تشيد فيها لجنة الميثاق، وخاصة لديها تجارب جميلة ومنها الخطة الوطنية، وكذلك لديها السجون المفتوحة وهذه تحسب لمملكة البحرين، وكذا يعني مناسبة وصينا في أن تنقل تجربة البحرين في السجون المفتوحة إلى باقي الدول المنضمة للميثاق. ثم عقدت ندوة في أعقاب هذه الجلسة عرض فيها الوفد البحريني الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان من خلال عرضي وزارتي الداخلية والخارجية، وأكد وفد من وزارة الداخلية ما تحقق من نجاح باهر للرؤية الملكية المستنيرة لقانون العقوبات والتدابير البديلة وخاصة السجون المفتوحة، الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة في المنظومة الإصلاحية. أصبحت مملكة البحرين بفضل الرؤى الملكية المستنيرة نموذجا رائدا وملهما في مجال حقوق الإنسان من خلال المشروع الملكي الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة، ولعل أصدار جلالته أيده الله مرسوما ملكيا ساميا شاملا للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وتوجيهات جلالته بالاستمرار في التوسع بتطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ومراعاة الظروف المحكوم عليهم الاجتماعية والإنسانية، تجسيدا واقعي للقيم والمبادرات الإنسانية النابعة من رؤيته الحكيمة والمستنيرة، بما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي. وإذ يعد برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أحد المبادرات الملكية التي تحظى بالمتابعة ودعم سيدي حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. جسدت مملكة البحرين واقعا مشرفا ونموذجا عمليا في مجال حقوق الإنسان. وعرض فيلم تسجيلي لمسيرة العطاء للمملكة لنموذج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتي لقيت ردود فعل إيجابية ومؤثرة داخل الندوة، وأشادوا بها. وأكد الحاضرون أن هذه الرؤية البحرينية المستنيرة في قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة هي بمثابة منهج عمل ناجح لصالح المواطن واندماجه في المجتمع مرة أخرى، ولتعطي البحرين نموذجا رائعا في هذا الإطار كرائدة لحقوق الإنسان، وهو ما لفت نظر مدير حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. توقف لثواني معدودة عند عبارة عاصمة حقوق الإنسان. نعم، لنعمل من أجل ترسيخ هذه العبارة ولتكون واقعا تشريعيا مؤسسيا في مملكة البحرين وفي إطار منظومة العمل العربي المشترك أيضا. وقدمت وزارة الخارجية ممثلة في مستشار حقوق الإنسان شرحا للمحاور الرئيسية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 من تشريعات وقوانين وحقوق. سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في إحدى المناسبات، مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دائما ما يوجه كلمة سامية بهذه المناسبة. في سنة من السنوات قال: سيظل انتهاج الديمقراطية وحقوق الإنسان جناحان تطير بهما مملكة البحرين إلى آفاق المستقبل. وهذه منهاج عمل احنا اليوم في وزارة الخارجية، من خلال هذه الكلمة السامية نمشي على هذا الطريق في تحقيق وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. لا تخلو أي كلمة من كلمات جلالة الملك ولا حقوق الإنسان من المواضيع المهمة، لا تخلو أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية إلا مواضيع حقوق الإنسان من المواضيع المدرجة على هذه الجلسة.
وفي ختام المناقشات عقد مؤتمر صحفي أجاب فيه رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والوفد البحريني على كافة الأسئلة، وأشاد رئيس اللجنة برحابة صدر الوفد البحريني وتجاوبه في كافة ما طرح عليه من تساؤلات، وهو ما أثبت ريادة مملكة البحرين في تحقيق إنجازات فاعلة في حقوق الإنسان، وهو أيضا ما لخصه رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان من إشادة وتقدير لما حققته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. مناقشات تقرير مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان وما عرضه الوفد البحريني أكد أن البحرين هي دبلوماسية السلام وعاصمة حقوق الإنسان ومسيرة للتنمية المستدامة. بإشادة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بما قدمه وفد البحرين على مدى يومين في مناقشات ملف المملكة في حقوق الإنسان، تؤكد مملكة البحرين أنها رائدة بحق في مجال حقوق الإنسان. شكري عبد الحميد، لتلفزيون مملكة البحرين، مقر جامعة الدول العربية، القاهرة.